بالنسبة لمطالبنا هو عدم إيصال هذه المطالب عن طريق المراقب المالي أو تجاهلها أو والمعاملة السيئة واللجوء إلى الهوامش دون النظر إلى العمل، بالرغم من أن موظفي الرقابة المالية معروفون بالجهد والنشاط المقدم لجميع الإدارات، لكن نبقى ننتظر من المسؤول الأول وهو المدير العام للميزانية النظر في مطالبنا والمتمثلة في إرجاع هيبة الرقابة المالية التي ضاعت. بالنسبة للمطالب الزملاء، المطالب تاعنا كانت مطالب مشروعة في عمومها، وهي راهي تنقسم لشقين. كاين شق مطالب يتعلق بمحلي على مستوى الهيئة المحلية مع السيد المراقب المالي هنا، الإشكال هذا، وعندنا الشق الثاني يتعلق بمديرين الجهوية. بالنسبة للشق الأول اللي يتعلق على مستوى المحلي لهنا، كنا عملنا جلسة عمل نهار الخميس اللي فات، لأنه بالخميس أعلنوا جماعة الوقف الاحتجاجي تاعهم، وعملنا جلسة عمل هذه اتفقنا فيها على نقاط معينة ناقشناهم. الشق اللي متعلق بمديرين الجهوية، السيد المدير الجهوي راح يتصل السمانة دي، ممكن في خلال الأسبوع، في نهاية الأسبوع، ممكن أقصى تقدير 10 أيام يجي المدير الجهوي ويجاوب الزملاء على الانشغالات اللي عندهم.